سلمى، ازيك يا كريم؟ الباقي في حياتك يعني. ازيك يا سلمى، عامله ايه؟ الحمد لله. اعترف لها ولا ما اعترف لهاش؟ اعترف لها ولا ما اعترف لهاش؟ اعترف لها ولا ما اعترف لهاش؟ اعترف لها. انت يا ابني عقلي ايه في ايه يا ابني؟ بقى يا ابني انت مش عامل لي اي اعتبار خالص. ليه كده؟ مش عندك عقل يا حبيبي؟ شغلني حبه، ابوس ايدك، ده انا صديت من ركنه. في ايه بس؟ الموضوع مش محتاج تفكير. انا هقول لسلمى ان انا بحبها. يا ابني انت جبله جبله ما بتحرمش. انت يا حبيبي مش لسه الاسبوع اللي فات قايل لدينا انك بتحبها وقالت لك خلينا زي الاخوات؟ ها، وحطيتك في الفريند زون وبقى شكلك عامل زي الكلوت. كلوت ولا لا؟ عندك حق، انا كلوت اهو. انا مش هقولها خلاص. ايوه كده يا كيمو يا حبيبي، نقعد بقى ونركز في مذاكرتنا، وعندنا حاجات، عندنا امتحانات، ذاكر لك كلمتين ينفعوك. ها، حاضر. يلا يا حبيبي يلا. كريم قلبي. بس احنا بنحبها يا كريم. ايوه انا قلبك وعارف. اه احنا بنحبها. ايوه احنا بنحبها. يا دي النيله قلبي، انا كنت حاسس اني بحبها بجد. ايوه وما تقدرش تعيش من غيرها يا كريم. ايوه وما اقدرش اعيش من غيرها. يا دي النيله، بص في عينيها، بص شعرها، بص صدرها. اوبا الدم بيتسحب مني، الدم بيتسحب مني. انا شاب ولازم اتمتع. راغب، هاي يا حبيبي، قول لي ابوس ايدك اعمل ايه؟ لازم تبص لرغباتك شويه يا كيمو وتتبسط وتسيبك من الواد المتني اللي ورا ده. ده لونه احمر بس انا وانت نفس اللون يا مان. واحد. ايوه احنا لون واحد. لا لا يا كريم لا، ها ما تمشيش وراه، ده هيودينا كلنا في داهيه. تعال تعال يا حبيبي، بص البنت سلمى دي تسيبك. بسم الله. ايوه بسم الله. سيبك من سلمى خالص. سلمى دي بنت بقى هتقول لك خرجني وعشيني وغديني وتعالى بقى اخطبني من ماما، واحنا مش بتوع الكلام ده يا مان. ايوه احنا مش بتوع الكلام ده. الله ينور عليك، اخيرا قلت حاجه عدله. برافو عليك، احنا مش بتوع الكلام ده. هتقول لك ايه يا حبيبي؟ هتقول لك هات لي شقه وشبكه وفرح، واحنا يا حبيبي فقراء ما حلتناش حاجه. علشان كده احنا لازم نروح لاماني صاحبتها، لان دي بنت شمال وجايه في اي حاجه. لا لا العب. لا يا عم لا، ايه اللي بتقوله ده؟ بس اخلص انت بقى يا علي والنبي. انت بقى يا اخي. سلمى يا كريم. ايوه سلمى، انا بحب سلمى. ياه يا ابني بقى، سلمى ايه وزفت ايه؟ بقول لك اماني شمال ودايسه، دي عندها تاتوهات في اماكن عشوائيه. اماكن عشوائيه؟ عاملاها في صفط اللبن. يا ابني اسمع يا ابني، بص على شفايفها. البنت دي مش سهله على فكره. روح اقول لها انا تعبان مله وعايز اشرب من القله. لا 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 ما اسمعش الكلام ده، ده عايز يحبسنا. ايوه حاسبني، انا تعبان اقول له عايز اشرب من المله. انا زهقت بقى، انا همشي واشوفك المحاضره اللي بعدها. لا لا يا سلمى. اوكي باي باي. يا سل يا ما شا... يا ما تمشيش ما تمشيش. اسمعي بس، تعالي يا عم. ما تمشيش علي انا. كريم يا كريم. ايوه الحب مش رغبه. الحب احساس، وفي اختيار الناس بيمشي على كيفه على كيفه على كيفه. وده مش اختيارنا. لو كان بيد اختارك ثانيه بدري واجيب مشوار، كان فارق كتير، كان فارق كتير. كنت اعمل بس حسابي وما اتفاجئش الاقيك على بابي. كده خطر كبير، كده خطر كبير. قول لها بحبك يا كريم. بحبك. ثواني 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 ثواني، ارجع 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 يا كريم. اهدى راغب، الحمد لله نام. بقول لك ايه بقى، فكك فكك من كلام الواد الطري ده والواد ابن النكسه اللي هناك ده. ها ركز معايا، ركز معايا وعدي يومك ده على خير. قدامنا لسه 100 ترم وانترفيو، وبكره عايزين نركز. ها ركز مع بعض. لا يا كريم، حاجات كتير. انت بتحب يا كريم؟ لا يا كريم ركز يا بابا، بتحبها يا كريم. كفايه كفايه، ما بقتش عارف اسمع كلام مين، عقلي ولا قلبي ولا زفت التين ده. اسمع كلام انا.
اسمع مني، انا بقول لك، انا بقول لك الصح. سلمى انت بتقول حاجه يا كريم؟ بص في عينيها يا كريم، بص في عينيها وقولها انك بتحبها بسرعه. يا عم بص في عينيها يا كريم. ايه يا ابني مش شايف وركها؟ وانا شايف وعايز اتمتع. الدم بيسحب مني تاني. يا راغب يا راغب، بس انا حاسس ان سلمى مش كده. قول لي دي شبه الملاك. شبه الملاك؟ دي عايزه تتحلى. خلاص بقى. احنا هنروح نقول لها ما تيجي نبقبق البقابيق ونشقشع الفافيق. روح قول لها كده. يلا اخلص بنت سلمى. نعم. ما تيجي ايه؟ نبقبق البقابيق ونشقشع الفافيق. ما تيجي نعمل ده. لا ما تشاورش عليا، انا مش نبقبق البقابيق ونشقشع. يا عبيط ونشقشع الشقشيق ده في المنهج؟ انت هتستهبل يا بنت. انا بقول لك ايه يا كريم، انت يعني عمال تقول حاجات غريبه جدا، وبعدين انا مش فاهماك، وبعدين انت يعني بص يا كريم، انا معجبه بيك بصراحه، وفيك حاجات كتير حلوه، بس انا ساعات بحس ان انت شخص تاني، كانك مثلا مسيطر عليك حيوان. انا بص يا كريم، انا مش هستحمل بصراحه اللي انت بتعمله ده، وبعدين لو انت عايز تخرج ماشي نخرج ونتعرف على بعض ونتعامل باحترام كمان. احترام بس مش حيوانات. لا 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 لا، احترام ايه وبتاع؟ لا لا انت ما بتردش عليا ليه يا كريم؟ فرصتها جت يا كريم، فرصتها جت. ايوه يلا قولها انك بتحبها. سلمى انا بحبك، ولما بشوفك حالي بيلف حوالين نفسه وقلبي بيتقطع. وانا اسكت انت خالص، ابوس ايدك. اقول لك نعم. في ايه يا كريم؟ مالك مالك؟ في ايه؟ انا بحبك يا سلمى. وانا كمان. انا كمان بقى ايه؟ بقى ايه عليا؟ تاني يا بنت الحلال؟ تاني يا بنت انا خلاص ما بقاش في حته تانية تتكسر. طب حمدي سبتيني اتكسر عشانه، عشان كان بادي بيلدينج. لكن الشلح في الارداف ده انا اتكسر عشانه ليه؟ عايزه ولا انت عايزه تجيبيني جلطه؟ لا 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 خالص. يبقى تريني في الفريند زون، ونطلع انا وانت على سماح ساسه نعمل مانيكير وباديكير، هيطلعك ناسيه نفسك وامك وابوك. يلا يا عمر. كريم انا كمان بحبك بس زي اخويا. لا قلبي يا صاحبي. لا لا تعالي سلمى، تعالي 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 تعالي. علقت كل يوم راغب. ايوه يا ابني. انا نص بنات مصر بقوا اخواتي. تعالى. انا كلود فعلا وفتلة. يا ابني احنا ملناش غير بعض، انا بتاعك ومرسوم على دراعك. ايوه. جددت باقه النت ولا هنعمل ايه؟ قول لي راغب. اه يا حبيبي. انا كنت عارف انك هتنتصر في الاخر. نعمل بقى باقه من 50 عشان.